ايه المكونات اللي عندي النهارده لسلطه الباستا بتاعتنا. عندي حمص مسلوق، عندي شويه باستا مسلوقه الدنتي يعني ما نهريهاش قوي وتطلع تاخد شويه زيت زيتون وتتساب تبرد، عندي فلفل احمر الوان، خيار، عندي هنا زيتون كلماطة متقطع انصاف، عندي بصل احمر وشويه من الشبت. اما بالنسبه للدريسنج عندي طحينه وعصير ليمون، ثوم مفروم، خل عنب احمر، وده هنا ممكن نستعمل اي خل لو مش متاح عندنا، وعندي شويه من البابريكا والكمون وطبعا الملح والفلفل. طيب احنا ما عندناش حاجات كتير قوي تتعمل، عايزين بس نجهز الخيار بتاعنا والبصل والفلفل، ومن هنا نبتدي على طول عمليه ان احنا نجمع السلطه مع بعض. خلاص اول حاجه عندي الخيار اهو، خلاص، وبقطع شرايح صغيره ورفيعه عشان كده قسمناها على اربع. ادي الخيار بتاعنا اهو، وانا حاطط في الدريسنج هنحط بابريكا عشان عايز ادي الاحساس المدخن واللي هو يعني يوصل قبل حته انه يبقى سبايسي على طول. لو عايزين نزود فلفل حامي فيه او هالابينيو في السلطه دي ممكن جدا، وممكن كمان نستعمل بدل البابريكا شويه من الشطه الحمراء، هتبقى برضو فكره كويسه. نجهز الفلفل بتاعنا على طول لان انا عايز مكعبات كبيره لحد ما تبقى على مقاس السلطه اهو، فما خدناهاش حتى خطوط بالعرض، احنا في العادي ناخدها بالطول وبعد كده بالعرض عشان نوصل لاحجام اصغر من كده، لكن هنا احنا يعني حجم السلطه بنتكلم فيه اهي الاحجام اللي احنا مطلعينها. نجيب اي بوله كده حلوه وتبقى واسعه نعرف نقلب فيها السلطه براحتنا. هننزل بالباستا اهي اول حاجه خالص، الحمص المسلوق، هنزل بالفلفل، واخيرا بالبصل اللي عندي. قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه تانيه هبتدي اقلب المكونات دي كده مع بعض، نبتدي الميكس بتاعها اهو. بصوا بتدي الالوان كلها اهي ميكس مع بعض، وهو ده بالظبط اللي احنا بندور عليه، عشان كده انا حاطط الفلفل الاحمر بالذات عشان احنا عايزين ايه الالوان المختلفه دي. سهل قوي بتتعمل في زي ما انتم شفتوا، مفيش بتاخدش مننا 15 دقايق، كويس قوي في العزومات، وهوريكم في الاخر ازاي نقدمها في بولات صغيره متفرطه كده على الترابيزه. طيب عندي بوله هنا، هنزل بالطحينه، وعليها على طول اهو عصير الليمون، الثوم، ومن هنا معلقه الخل اللي انا قلت لكم استعمل عنب احمر بس ممكن استعمل اي نوع خل عندنا، البابريكا، كمون، واخيرا ملح والفلفل الاسود. مضرب، ونبتدي نضرب الطحينه بتاعتنا اهو.